فكيف ممكن الآباء والأمهات يوجهوا أطفالهم لما يشوفوا منهم هذه السلوكيات عشان لا تتفاقم المشكلة معاهم ويتعودوا على هذه السلوكيات؟ طبعا يعني سؤال مهم، والتربية كل ما كانت في عمر مبكر كل ما كان أفضل. الأطفال طبعا مثل ما ذكرت سابقا يستختبرون البيئة المحيطة. اختبار البيئة المحيطة أحيانا تكسب الطفل تجارب مهمة لتنمية مهاراته في التفاعل مع البيئة على مختلف الاتجاهات، ولكن عندما يقوم الطفل بسلوك غير مرغوب فيه، الأم والأب في أول شيء لازم يعبرون عن عدم رضاهم، احنا نسمى باللغة الإنجليزية والطبية disapproval، عدم الموافقة على الفعل، يقال له لا خطأ فيوقف الطفل، ومن بعدها على حسب الموقف يتم التعامل مع الطفل. الأطفال الصغار اللي أقل من 3 سنوات يختلف التعامل معهم الأطفال اللي أكبر منهم، اللي أقل من 3 سنوات فقط يقال لهم لا، ولا يسمح لهم بوصول إيديهم إلى الأم والأب. يعني هذا أعتقد على يعني شيء مهم جدا، يجب أن لا يسمح لهم بكل لطف. دائما إحنا يعني ننصح الأسر بما يسمى الحزم، والحزم درجة بين العنف بالصوت وباليد، يعني الصوت العالي والسب والشتم والصراخ مضر ومؤذي للأطفال، كذلك السماح وعدم يعني ترك الأمور للطفل كيفما اتفق، هذه مشكلة. لذلك الحزم درجة وسط، فبلغة حازمة يقال الطفل خطأ، قف يعني ممنوع، ويتم توجيه الطفل لعمل صحيح. الشيء الصحيح أو إشغاله بمهارة يعني أو نشاط مع الأم والأب لتشتيت الانتباه. الأطفال اللي أكبر من ذلك في عواقب تصير، احنا ما نسميها عقاب في الطفولة المبكرة يعني أقل من 8 سنوات، نسميها عواقب، حيث أن الطفل يعرف أن في عواقب إيجابية للسلوك الحسن وفي عواقب سلبية للسلوك السيء. والعواقب تأتي من الديسابروفل مثل ما ذكرت، عدم الموافقة على الفعل، إلى بعض يعني الأساليب البسيطة في جعل الطفل يقف منفردا ليسترجع ما قام به.